مع بدء تشغيل محطة بوشهر النووية الإيرانية، واشنطن تستبعد استخدامها لأغراض عسكرية. محطة بوشهر منشأة نووية إيرانية تعمل على توليد الكهرباء ولا تخضع للعقوبات الدولية، لكنها تخضع لمراقبة كاملة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدت ببناء المفاعل وتزويده بالوقود على أن تتعهد إيران بإعادة الوقود المستخدم ومطلع العام 2008 ب 82 طنا من الوقود. أن تستخدم أي وقود في بوشهر سوى الوقود الروسي ضمانات بأن يستمر تزويد بلاده بالوقود النووي من مصادر خارجية. أما الرئيس الإيراني محمود أحمد، ميساء أقبيق، العربية. دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية سابقا، معنا الآن من فيينا، مرحبا بك دكتور. أين يضع بدء العمل في هذا المفاعل الملف النووي الإيراني في سلم تطوره التقني؟ تقنيا هو أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء في إيران وفي منطقة الشرق الأوسط كلها، يعني دي أول حاجة جديدة في المنطقة لحد ما نشوف المنطقة العربية يمكن تتحرك، يمكن الإمارات تتحرك بعد في خلال 6-7 سنين يمكن يعملوا. من ناحية اللي هي الخوف من استخدام المنشآت النووية الإيرانية لإنتاج قنابل ذرية، أقول إن المفاعل ده يعتبر من أقل المنشآت النووية في المجال العسكري، بسبب إنه البلوتونيوم اللي بيطلع في الوقود بتاعه بيكون بلوتونيوم مش عالي الكفاءة ومش مناسب إلى لحد كبير لتصنيع قنابل ذرية. لكن طبعا في خطورة إن البلوتونيوم ممكن يستخدم. من هنا جاء الاتفاق مع روسيا بإن هذا الوقود يعود ثانية إلى روسيا، وبالتالي حتى لو في شك في البلوتونيوم اللي موجود في هذا الوقود فهو في ضمان دلوقتي ان الوقود هيكون موجود هناك. ومن هنا يتضح ان هذا المفاعل فعلا محلوش خطورة، وده اللي احنا شايفينه من ردود الفعل الغربية بالذات انه ما عندهمش مشكلة الحقيقة. صحيح. واعتقد ان هم ما اعترضوش على الروس انهم يكملوا التشغيل لهذا المفاعل، ولكن هذا لا يعني ان ذلك ينطبق على مجمل الملف النووي الايراني، اليس كذلك؟ بالقطع، لان الموضوع الحساس تماما هو موضوع التخصيب. يعني النهارده زي ما بنقول السلاح النووي دايما يا اما بيجي من يورينيوم عالي التخصيب يا اما من بلوتونيوم، فزي ما قلنا دلوقتي البلوتونيوم وهذا النوع من المفاعلات مش ملائم قوي لاستخراج بلوتونيوم للقنابل السريه، يبقى يتبقى ملف التخصيب. ملف التخصيب هو اللي ما زال مشكله واللي ده تسبب في العقوبات ضد ايران، ويعني اللي أتعشم إنه في الفترة القادمة إن يكون في يعني نوع من المباحثات المجدية الفنية والسياسية. شكرا لك دكتور يسري.